رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزى بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعرض، فمن فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. ودليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.